لهذا السبب أصدر أردوغان قراراً عاجلاً بتحويل تركيا إلى معسكر مغلق. أيام صعبة تعيشها تركيا بسبب القرارات الخاطئة والتي تسببت في تصاعد معدل الإصابات بفيروس كورونا ضمن ما يسمى داخل الأوساط المحلية بالهجوم الثالث للفيروس. وردا على هذا التصاعد أصدرت السلطات التركية قرارا عاجلا بتحويل البلاد إلى معسكر مغلق أو منطقة معزولة، وذلك للحد من الارتفاع الجنوني في أعداد الإصابات بفيروس كورونا. وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا بفرض إغلاق عام على مستوى البلاد حتى 17 من مايو للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا. وفي كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء التركي قال أردوغان إن جميع الرحلات بين المدن ستحتاج إلى موافقة من السلطات، وإن الدراسة في المدارس ستقتصر على التعليم عن بعد، مبينا أنه سيتم استثناء قطاعي التصنيع والغذاء من القيود الجديدة. وشدد على أن أعداد الحالات اليومية يجب أن تنخفض إلى أقل من 5000 بحلول نهاية شهر رمضان. وبلغ إجمالي الإصابات اليومية في تركيا ذروته فوق 63,000 في 16 من أبريل، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى دون 39,000، بينما ظل عدد الوفيات اليومية فوق 300 خلال الأيام السبعة الماضية. ووصل عدد الإصابات اليومية الارتفاع منذ أن خففت تركيا مطلع مارس سلسلة من القيود التي كانت سرية لوقف انتشار الوباء، بما في ذلك السماح بإعادة فتح المطاعم واختصار مدة حظر التجول المفروض في عطلات نهاية الأسبوع. ويقول أطباء ومتخصصون في الرعاية الصحية إن عدد الحالات المتصاعدة التي يتم تسجيلها بشكل يومي من شأنها أن ترهق قدرة القطاع الطبي في مشافي البلاد، والتي تعاني بالأصل من زيادة معدل إشغال وحدات العناية المركزة والتي تقدر نسبته حاليا بنحو 70%. وتعاني معظم الإصابات الحالية من وصول الفيروس إلى مراحل متطورة بعد وصوله إلى القصبات الهوائية والرئتين. ويتابع الممرض هذه المرحلة المتطورة من الإصابة تستدعي على الفور تحويل المصاب إلى غرف العناية المركزة. مع اتساع رقعة تفشي الوباء في مختلف الولايات التركية، كانت الحكومة التركية قد اقتطعت أجزاء أساسية من أنشطة الحياة اليومية في الأسابيع الماضية لتعيد الحظر من جديد في أيام العطلة الأسبوعية السبت والأحد، كما التزمت بالحظر اليومي لمختلف فئات الشعب من الساعة 9 مساء حتى 5 صباحاً.